العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية الوازعية تحقق تقدماً ملحوظاً رغم عنف المواجهات وتعزيزات الميليشيا إلى أطراف المديرية. الجيش والمقاومة عزز من تواجدهما في المديرية سعياً لقطع كافة خطوط إمداد الميليشيا باتجاه مدينة تعز. الميليشيا تحاول بكل الطرق فرض سيطرتها على كافة مناطق الوازعية، لكنها فشلت في معاركها الأخيرة بسبب المقاومة التي واجهتها هناك. تشهد هذه المناطق انتشاراً كبيراً لأفراد المقاومة الشعبية تحسباً لأي تحرك عسكري للميليشيا بعد توارد أنباء عن معركة قادمة تعد لها قوات الميليشيا والمخلوع لتوسيع سيطرتها على المناطق. وتركزت المعارك الأخيرة في الوازعية في الجبهة الشمالية والغربية، حيث شهدت مواجهات عنيفة بعد محاولة عدة للميليشيا السيطرة على موقع النوبة الاستراتيجي، لكنها لم تستطع تحقيق ذلك. ولعل السماتة الميليشيا على خوض حرب واسعة يأتي في إطار الموقع الجغرافي والاستراتيجي للوازعية والقريب من باب المندب الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي قبل أشهر.